عمر بربر ما تشدي يا وتشدا وسوقا بين تشدي هذا لا تشرين مشكين تشدي عمر بربر عيو مجدي وجدا وسوقا بين تشدي هذا لا مش يعني جرين بات كيني جدي هسه يا دورت ان سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سو هذا دورت على جينيا ان انا عفاد قبطه ولي ودي عفاد قبطه قال كان بالي رتلو كازيزيد وأجاك مقال حرايا قلت لي استأجو نيجي عمر بربر راحة وطبعا مقالدة مريكان كان قبل كم يده قبل هذا الصومالي ده قاعد كده دكتور يقولي وهذا عبد الرحمن أي كتة هاي فنانة دوين يفنانين كروا فرق بدن أي طبعا وحيد دون يان ما دام ما نمح عن دم به وكسونا فنان كا دن كاسي أمريكا يسوي حتى ورئيسية بدا هن ما نمح نبقى دو بحيني ورئيسي لما جاب بحي وحان أها يعني وحاوي دور كجير بان هانتري يعني قسوين كيز حتى مال ما هندمو عبسلان هريري ورياه وين هل كان كسلام ايو مال ما هندم بي اسقلب تكيسة وراسية دورة عن اركاي وكقاضي نين كان عمر بربر ودبع عدد مكي مقلان بربر معناها ايوغو مع درين لكن لكن عمر مركو لسكت يجري هستي اي توري بربر معناها ايوغو مع درين انا اجي فقرقر جعل اي توري بربر وعساس نوع عاصو كليه نيجي ولا هو معدري أيام أنت وحلالية هاي مجال هذا نيروبي أيات تجديدي سمعنا وحوي سيان هذه نحولي أح يعني أدم ليس إن لو كلام ببحرين عبد الرحمن أيام كميدة ده كمان تا للي هاي وحي كسوق يبقى لي دونان ولي بكلاق يبقى لنا دونان قبل قابين دونانا هولكا يولي بو فنان كا أصوا عمير دونا هولكا عنده يولي بكلاق سوق يبقى لنا دونا فنان كا إن قبوين اللي حاده ee ka qayb qaatan in ay show baasi loo soo amro hadaba Umar Bobrar ee kaliya ma aha fanaaniin badan oo xajirtay horey u imaaday ee jaaratiya waana qanaar ay fiirsan tii ingiriisirtu shaansan qofkan wuxuu soo fahmiinin ee jaaratiya alaabaha waxa hoos ka siida mareekanka maalmaha dambe loo taga waxa uu tagay xitaa dadka caanka ah waati aan ugu sii kiyaad kor muqaalada kaga hadlayay intu mareekanka tagay ee saaragtu waxa way loogu soo deeqda arta la soo sii وسكتوا تري مراكن كمان ما هذا بحين قطعي سياسيين تو منكو وين هنا معنا قطعان وده بيحس قطعان لكن فنانين ده كمان نقدم anyway فنان كا وضم عن هذا دوس دوي ولا ليه هاي فنان جو حلسو بلا هاي حبين كا وشو بيسدع دونه واجور ما واحد ما يعني الا هذا المشاع يعني لكن زو حاله شيء إن لو قادم دونه عيدا سيد هذا الشيء جايو يسجل في تركيز مقالة أولية هاي بل عن نص كندا انت عن جوجل لايف اي تيك توك يو حكب بحوا زارا ونقول يا شيخ عبد الرحمن يا حواي دد بان با اسخ قبسي قبل سنه كان هذا يعني يقص حقلين بل انا نصته كدي بان شو فريش انت وتغيا فنانك طبعا بحاجرتي ان معناها دد قار حقت قار سي شيغان يعني ليين شو كان قبن قابديسا حضر عبد الرحمن لفته كده وحا اي كقيب قاتي قيب وين ايدا لفته كده دباتوين كسو غاري اي كميتا حتى ان دد قار فنانين قار حتى اي معارضين اي قبدها كميديين فنانين ده وليش لفت الكود عيدين مع عمر بن عمر بن نجح نجح كسر إذا عمل يو حيلا نوع عصو كله لسنا ده حمري فنان كوه على شيء يا إن يعني وهاب يسجل لفت كيس قد يس ودورتي خذنا عبد الرحمن ما دام هو يدت الله نحرسته طبعا هو يدت أي يعني أن يعني هو هيدت ك أي فنانين الصوماليين اللوجع لوجع الأوجي هاي مر محلاي محي هاد إيشي خذنا عبد الرحمن هو يدت ee jamid ee dadka yani waxa way fanaan wal markii maanta uu dhawaa Cabdiraxmaan ayaan taageersanay waxa ku taageeray markii la hana sababti u raacinayaan uu kamid yahay Umar Abdirkiis markii la weydiiyay uu dhahay hooyadeed ayaan dabcan waxa way aan ku taageersanay fanaanka oo maalmahan dambe asaga laftirkiisa hadalahayntiisa la saddex maray oo la lahaa fanaanka Mareykanka deeqo kaliya uu tagu kasoo laaban rabaa laakiin uu dhahay aniga deeqo kaliya uma tagine waxaan jecelahay in aan ku qabsado showgeed weynaa ee waliba abid macnaha ay kasoo qayb galaan fanaaniinta ugu waaweyn وكميت يعني الكعسة طبعا سيد هذا الشيء سؤيتري حاجة إذا مرسل نمعان إلا فنانين بدن أو سكر لفتر كيسب ودون أيو إن كلا سوق يبقلان هدوه هسا ورب إنه ماشي كقاضو ما هسا عصبة ومحي بل وان دول يستعي دونا فنانك أرتو طبعا فنان هو تقنين بأملايا وعلي مشيو وعقاضو هسو ضد بدن واحد أركاي مركي فنانين تلقاح الله يو وولي بو يعني دو عن نضايو فنان هيل باشو هيل ما نقرب ضد زجلا يا جو ويعني دايان وات از ذات معناها فنانة هيسقى بره هي معناه سوق الجنيسة
wax macna ah ma soo kordhinayso waan ognahay laakiin waxa macna soo kordhinayo ayaa waxay tahay in yani dabcan horto fanaanka isaga laftirkiisa uu yahay qof yani soomaali ah weliba haddana islaam ah haddana la dhihi karo yani dunuubta qof weliba dambi uu ku dhacay isaga dambigiisa ay tahay inuu macnaha muusiga iyo dadka usoo gudbiyo in yani naceeb intaas la egna markii laga hadlay dadka qaar ay dareemaan yani waxaan dhihi lahaa way wanaagsan tahay oo waayo qofkaas iimaankiisa ayaa macnaha waxaa waaye adag qofka xumaanta markii yani u maqlo mar walba jecel in macnaha looga haro xumaantaasi nado war xumaantan ish qofkan uu sheegayo waa maxay ula soo gudbinaya haddaba cumar barbar wuxuu leeyahay waxaan rabaa showga habeenkaasi in aan inaba macnaha loo kala harin gambada loo dhigto waxaa waaye cimaamadaha loo soo dhigto ee weliba laga soo qayb galo dadka ka soo qayb gali doonaan dabcan ilaa hadda tigidyadii lama siinin iyagana turka way sugi lahayin ree america waxaan ulan jiray ree shaqo oo keliya dad macnaha intii loo tago showu loo qabto ka qayb galo oo weliba saa aragtay macnaha danla-aanta halkaas la egaasisan yani aan umaleynayn anig maraykanka markaan maqlo inkastoo laakiin istaraatiijiyada soomaalida joogta ku dhamaan aanan aqoonin waxaan u maleyn jiray daa maqlaba maraykan waxaas dhihi jiray dadka inay shaqo u kala cararaan dadka laisleeyahay waxaa waaye waa dad aanan macnaha danla-aantaasi halkaas ay isku jirin weligii igana dhacsanayn laakiinse maalintaan arkay maalintii shalmu bay uu tagay yani markii wax yar kasoo wareegto sanad kadib oo jack uu siisanayo bilooyin kadib oo jack xaflad ay u wacanaya dhahanaya sharma kaalan loo kala kici markaasa waxaas dhahay war yani ilka casan waad arki jirtay isagoo macnaha war marka qaar xaflado qaar oo aroos aroos iyo waxyaala noocaas kamid sido madaxda soo dhibinaha ka qayb geli jiray laakiin xafladaha noocan caadiyanta loo qabanayo waa maxay baana siri isaga laftirkiis sharci cilka cas waa uu qabtay xaflado badan buu qabtay jirto intuu sharci buu tagay laftirkiis marar badan isla qabteen laakiinse xafladahaasi lacagaha ku baxaayo iyo dad ka soo qayb galaayabu yani iyaka laftirkooda waa dad aanan ka fikirin ayaa dambo ee dabcan su-aalaha ka imaan doono dhanka aakhiro iyo dhan adduunbu inaysan wax faa'iido ugu jirin waxaan leenahay horto soomaalida marka hore umaana yacniga iyo macnaha in ay macnaha kasoo yani ka qayb galaan xaflada noocaan oo kale ah caadi bay u aheyd haddana wax dhib ah dabcan kule inays u arkeyna laga yaaba dembiga ugu weyn iyo dunuubta ugu weyn soomaalida ay galaan waxaa u maleysaa in ay tahaybo in macnaha la kufriyo ama qofka ilaahay uu macnaha la shirgeelo yani dunuubta ugu waaweyn kaas waa uu ka mid yahay waa number one laba diidano yes laakiin dunuub kale inay jirta u maleysan sababtoo ah in yani waxaa waaye yani dadki inti meel iskugu keeno weliba yani dhan cibaadaan iskugu wacinin aan dadku waxaasoo dembi ahaa dhowta adduusha aad qaadaysid aad saaranaysid yani inay dembi tahay way ilowsan yihiin bay la tahay waxay kaloo ilowsan yihiin in qof maanta dhiig la dilo aldambu yani yani dhiigga waa dembi waa la ogyahay weli waa dunuubta yani kuwa macnaha uu kabaa'irta wa laakiin soomaalida maanta waxaad arkaysaa qof in la dilo inay caadi iska tahay qof in la dhaco inay caadi iska tahay laakiinse qofka hadduu diinta wax ka sheego soomaalida waa way soo taagan yihiin horaana loola sheego waxaana lahay soomaalida diinta waxay ka yihiin waardiyo waardiyo sababta ogolahay wax kale maahe yani diinta wax laga sheego waa soo taaganahay laakiin markii qofka uu wax qalad ku dhaqmaayo ee diinta hadhowta dhibaato u keeni karana lagama celiyo muqaalka dabcan waxaan jeclaaday inaan bal idinla wadaago cumar barbar iyo showgiisa maalinta dabcan uu qaban doono iyo ree mareykan siday macnaha dabcan u kala qabsoomi doonaan muqaalka mel leerugan si like noo saa subscribe kamid noo saar kamid oo kumanaanka ugu xiran halka arma bulsha kula wadaagno midka xigo sidaas iyo nabadgelyo.